رجل عقد على امرأة هل يحل له مثل ما يحل للأزواج؟ أقول إذا أراد أن يبني بها يعجل بالبناء المعلن، يعجل بالبناء المعلن. لكن بعض الشباب يعقدون على امرأة، على فتاة، ويذهب لزيارتها في بيت أبيها ويخدعها، يخدعها، يقول لها اسمعي، النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة. فماذا تريد؟ يقول لها اطرد أمك أبوك، يخرجيهم ويخلو بها، ويريد أن يواقعها في بيتي، في بيت أبيها. يقول لها هذا ليس فراشك، فراشك في بيتك، فراشك الآن أنت لم تنشئ فراشا ولم يعلن عن بنائك بها، فلها أن تمتنع، لها أن تمتنع، بل يعلن البناء. إذا أعلنت الجميع أنه سيبني بها ووافق وتم البناء خلاص يعلن أنه بنى بها، لكن ليس من حقه أن يجبرها على البناء بها في بيت أبيها.